وجودهما حران طليقان خطر على مملكتي. فقد يخطر في بال الأمير عتبة بن الأكثم أن يطالب بعرش والده على أوركيديا، أو أن يسعى عدو لي إلى إثارة الأحقاد القديمة فيستخدم الأمير وشقيقته في سبيل غايته تلك. لهذا أردت الزواج منها، ولكن أنمار ماطل في الرد على عرضي هذا، فأوقفت تصدير خيوط القز إلى مملكته للضغط عليه لكي يوافق. واليوم حدث ما حدث. إذا لم تكن أنت الفاعل يا مولاي، فمن عساه يكون؟ هذا ما أسألك عنه.